تعرفنا عليه في حلقة سابقة، فهو سحرنا بعرضه، والليلة أيضا بيكون معانا عشان نستمتع معاه بآخر عروض الخفة. رحبوا معاي بالساحر معين البسكي. يا مرحبا وسهلا فيكم، مشكورين. جيناكم المرة الماضية، سوينا لكم أشياء حلوة، إن شاء الله انبسطتوا. من الأشياء اللي دائما أنا انبهر بها وأسويها هي نوعا ما أن ندخل بعقول الناس ونلعب فيها شوية. أخوي عبد الله، اللي أباك تسويه، أباك تاخذ الكورة هاي. افتتاحية أنا. هنا، أباك تاخذ الكورة هاي، أباك ترميها بين الشباب اللي عندك على الطاولة، ما فيها شيء. والله؟ أباك تاخذها ترميها بين الشباب اللي عندك على مرتين. اوكي. فاللي ياخذها أول مرة يرميها مرة ثانية، الشخص اللي ياخذ يستلمها المرة الثانية. كيف ارميها؟ حسب البدرة. هني. فأنت اختار. اوكي، أعقها على حد يعني؟ على حد. والشخص اللي عندك هي أقع على حد ثاني، عقب يطلعون عندي فوق. ما يصير ارميها في الحفرة وهم يلحقونها؟ ممكن، فكرة هي. والله؟ إيه. يلا أنت عندك إياهم. يلا منو له؟ إن شاء الله ما تقع في الحفرة. تبغى واحدة ولا وحدة؟ اختار أنت روحك. شوف أنا هذا الإنسان في بيني وبينه عقدة في ثأر. عقها مال قوة ولا شوي شوي؟ لا خلاص سلمنا، يا هو سلم، أساسا نقول إنها هي اختيار عشوائي، ما بدنا أنا اللي متفق وياهم على شيء. يلا. لا لا مو لا 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 يطلع يعني لحظة. أوكي براسك، هاي يلا يلا ترد لي إياه. أوكي؟ إيه؟ اي شيء يلا يلا انت هستلمه عشان تجيب مخه عشان يقرا افكاره. يلا واحد طرشه على حد ثاني. روح روح على حد ثاني منو ما تبغى. خلص دوري؟ اي خلص دورك تستري. يلا انا عقيتك عمرو تصفيق له. شكرا ما قصرت. توقف عند هي على مين؟ يا مرحبا بك. هلا 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 هلا. تقرا كتب احيانا؟ اتفرج على افلام اكتر يعني، بس احيانا تقرا كتب. ممكن ممكن. انزين تخيل انا وانت داخلين مكتبه، اوكي، في جدار يسار وفي جدار يمين، ايش تختار، يسار ولا يمين؟ يمين. يمين. اخترت كتاب، اباك تشوف تحت شو اسم الكتاب، تخيلها شو اسم الكتاب اللي اخترته. تمام. قول اول اسمه. ايه؟ جوراسيك بارك. جوراسيك بارك. فتحت الصفحه، وقفت، صفحت، وقفت على صفحة معينة، شو هي رقم الصفحة في بالك؟ بس الحين أقولها. 36. 36. فتحت الصفحة، ركز معي، اختار كلمة واحدة بس في بالك، بس في بالك. تمام. عندك إياها. تمام. كلمة واحدة. سكرنا الكتاب، رجعنا مكانه لأول مرة، شو كانت الكلمة اللي اخترتها؟ الكلمة اللي اخترتها. إيه؟ قلت لي كلمة. إيه؟ فكر ما جاء. أول كلمة بيت. كلمة بيت. 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 جوراسيك بارك رقم 36 بيت. صح ولا لا؟ قبل ما اجيكم واختار حد، كان عندي ظرف موجود في الجيب، ابغاك تاخذها تفتحها تراويها للناس. Thank you very much. Thank you very much. شكرا جزيلا. عمرو ممكن تحتفظ فيها. شكرا لك. ربح بيت. هذا الصندوق. زين. صندوق هذا فيه حبل. حبلين. سرك. مرة. بطلب من الأستاذة التعاون وياي، والأستاذ بس بعد شوي. اللي أباكم تسوونه، أباكم تتأكدون إن هل هالصندوق هل هو صندوق سحري، أو إن هالحبال فيها شيء ولا لا. هل في شيء مخباي فيه، أو إن هذا ما في شيء؟ ما في شيء. ما في شيء فعلا. ممكن أجرب الحبل على بدر؟ طيب ممكن. حبلين توكم تشيكين، صندوق عادي ما في شيء. لو الواحد بغى انه يربط حبل بحبل، لازم انه يستعمل طرف احد الحبال اساس انه يربط فيها. ولكن احنا بنبعد الاطراف لبعيد، واللوب بنخليها صوب.
فما في اي طريقه احنا ممكن نربطهم لبعض. ولكن شو لو العدد ثلاثة ما في أي طريقة ممكن نربط الحبال لبعض؟ على عدد ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، ربطناهم ببعض. يا أخي أي طريقة؟ يا الله واو. أستاذة تفضل عندنا هني. أفكر والله. أستاذة هل تفضل عندنا هني؟ عشان بس إن نثبت أن الحبال ما مربوطين من داخل، برا اوريكم اياها، والصندوق مفتوح. حلو؟ الصندوق مفتوح؟ هل هو مربوط؟ لا مربوط؟ شايفينه مفتوح؟ لا. استاذ يا باتش تسوي لي تمسكين الحبل هذا بس بشويش، تمسكين الحبل هذا بشويش. تونا كنا مشيكين لأن ما في أي طريقة هم مربوطين ببعض. اللي أباكم تسوونه تسحبين أنت شوية، تسحبينه نسحب؟ أيوه شوية شوية تسحبينه شوية. استوب. على عدد ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، تسحبونه. تسحبوا واحد اثنين ثلاثة، تسحبيه. يا الله أنا بلشت. واو. مشاهدينا الكرام، شفنا هذه العروض السحرية لمعين البستكي، وأكيد إذا حابين تشوفون عروض أكثر وأكثر وأكثر أكيد تشويق فيها، تابعونا خلال حلقات إن شاء الله أكيد القادمة، بتشوفون عروض مدهشة جدا، هذا وعد منه، تابعونا لكن بعد هذا الفاصل.